طبعا بفضل الله نحن الشعب السوري الله انعم عليه انه قادر يتعايش مع كل الظروف ويتاقلم مع عشنا بالخيمه بالمطر وبالثلج وبالشوب، وتحملنا في سبيل انه يعني نحن مكملين في ثورتنا باذن الله. بداية انا اخوك معروف ابو علي منغ من بلده منغ الريف الشمالي، بدانا بالثورة السلمية مثل ما كل العالم تعرف البدايات. لما اضطرينا للمسلحة حملنا سلاح، وكنت من البدايات، كانت البدايات ضمن لواء التوحيد. اشتغلنا بكل المعارك الحمد لله، الله قسمنا يعني نشارك بأغلب المعارك، من معارك حلب لعزاز لحمص. بالفترة الأخيرة يعني لما ظهر داعش لعنا كمان العدو اللي منا متوقعينه يعني كمان اضطرينا نقاتله، والكل بعرف كانت خسائرنا كبيرة مع يعني هالترتيب اللي اجتنا منه اللي ما يعني ما كنا متوقعينه نحن. بالأخير كمان اجهنا الطعن الأكبر اللي بالظهر هي الأحزاب الانفصالية البي واي دي والبي كي كي اللي عملت هجمتنا على قرانا. يعني نحن كنا طبعا الهدف كل سوريا التحرير، ما كنا يعني طلعنا كل واحد مشان ضيعته او بلدته، بس ولكن الهجمه هي اللي اجت على قرانا بالذات كمان وقتها، وكل عنده علم المؤازرات اللي اجت من الطيران الروسي ومن القصف الهمجي اللي صار علينا، فاضطرينا ننسحب نحن وننزح. وهلا بهالفتره هي يعني في شيء ان شاء الله، الكل بعرف انه التفاهمات دولية وفي شيء صار اكبر مننا يعني، فعم نحضر لنشتغل على ضياعنا ونشتغل ان شاء الله على تحرير سوريا كلها.